ازدحمت ساحات المسجد الأقصى بأكثر من 350 ألفا من جموع المصلين الذين توافدوا من كل أنحاء فلسطين، حيث أفطروا في المسجد الأقصى وأحيوا ليلة القدر وقاموا الليل فعمر الأقصى بأحبابه. المزيد في هذا التقرير. الحمد لله رب العالمين، هذا حسب يوم مشهود بالنسبة لفلسطين. أنا أفتخر وأعتز به الشعب. ليه انخنقت بدك تبكي عمو؟ صدقت، لخصت بكلمتين مرتجفتين لعثمتهما دموعك ليلة قدر الأقصى. أكثر من 350 ألفا عزموا العقد وجاهدوا المسيرة لتخطي كل عقبة إجرائية احتلالية وكل حاجز يحول دون لقائهم بأقصاهم، وتمكنوا من الوصول. فما أسماها من لحظة عاطفية كأم تحتضن ابنا حرمتها الغربة من حضنه. مشينا مسافة مسافة مسافة، بس بالآخر الحمد لله رب العالمين، يعني وصلنا وأقصانا لازم نوصل له. إحنا عزرنا الأقصى في الرحلة المدرسية وإحنا أطفال. أنا بالنسبة لي في 99 وفي 2001، من 2001 اليوم دخلت في 2018، يعني حوالي 17 سنة محروم أدخل المسجد الأقصى المبارك. إحنا يا فئة الشباب محرومين بحجج الأمنية، يعني أنك أنت محروم أمني أو أنك مرفوض مخابرات. وقد ما شدينا الرحال وقد ما جينا على المحاسيم وعلى المعابر كان الرفض بعدم الدخول لهذا المسجد. شو سجدت أول ما دخلت من باب الأصباط، والله سجدت 17 سنة. ولا تسأل عن فرحة غمرت الأقصى لم تتسع أرجاء الدنيا، فالبعض من قرى بعيدة من جبال الخليل لم تيأس محاولاتهم من كلمة لا التي قوبلوا بها عند الحاجز الاحتلالي، وآخرون من جنين وطول كرم وبيت لحم ومن الداخل الفلسطيني عملوا المستحيل استغلالا لفرصة تتيح لهم شد الرحال لأقصاهم المكلوم طوال العام. جاءوه في ليلة تساوي 30 ألف ليلة ليقولوا له لبيك يا أقصى. أنا من جنين، عمري 15، أول مرة بنكتب لي وإنه باجي الأقصى. الحمد لله يعني اللي ربنا كتب لي إياها وأدخلها، وشعور لا يوصف، سعادة عن إنه لا يوصف. تحس هيك أول ما تشوف قبة الصخرة والمسجد الأقصى تحس إنه هيك بحتضن مشاعرك كلها، بتفرغ يعني راحة نفسية بس تشوفي. نتمنى إنه كل إنسان من أحباب المسجد الأقصى يخص المسجد الأقصى بدعوة، لأنه يمر بظروف حقيقية صعبة حقيقة، يعني المسجد الأقصى يمر في أصعب أوقاته. أنا من عرب 48، أنا من دالة الكرمل، برفع راسي بفلسطين وبرفع راسي في الأقصى، وإن شاء الله من أول سنة الجاي بكون متحرر بإذن الله ومنفرق الحلاوة من نبسط. دموع الفراق الطويل هرولت لتجدد بيعتها لحبيبها الأقصى من كل بقعة في فلسطين. وفي ليلة القدر والسماء تقتنس كل دعوة، تستنجد قلوب شادي الرحال من الله بأن يطعمهم زحف الأقصى في كل أيام العام حتى يقطع الطريق أمام أطماع الغاصب. من أمام قبة الصخرة المشرفة، زينة صندوقة، رؤية.